لا تايخرجوا تايخرجوا. سهل عليهم الله يوفقهم بحال بنتي بحال بنات الناس. انا ما يبقاش فيا الحال من بنتي زعما الا ما دابا كيفاش الشعور دارت الجهد ديالها الشعور ديالك كيفاش كتحسي بنتك داخل القسم كدوز امتحان انت على برا؟ شعور اي ام غتحس بيا شعور صعيب. حتى انا باغا بنتي تفرح باغا تنجح باغا كنتمنى النجاح للبنيات والوليدات كاملين. باقي غدا الناس اللي ما مستعديش على غدا الامتحان كنتمنى انا كاع من الناس اللي تيحرصوهم وكلشي زعما يرخوا عليهم شويه داروا جهدهم. داكشي اللي شفت انا من صحاب ولا صحابات بنتي كلشي داروا جهدهم نتمنوا الخير. الله يوفق الله يوفق امين والله. لو كان الامتحان سهل دابا كنشوف ما درت والو خويا في ما درت حتى حاجه. كيفاش ما درنا والو خويا لونجي صعيبه ديال البسط حيت ما خدمتش. علاش كنبكي؟ خدمنا في لونجي ماشي هو اللي تحط الشيء اللي خدمتو ماشي هو اللي تحط. لا لا يعني تفاجئتو انت علاش كتبكي؟ علاش كنبكي؟ اذا القضيه صعيبه اليوم خويا ما خدمناش وصافي من الاخر ما خدمنا ودرنا والو خايفه لا تصحيك. لا ما غاتش الله لا كيفاش كانت المراقبه داخل القسم؟ مزيان مزيان. سمعنا بانه كاين شي حالات او شي ولا شي واحد يحس لهم هز التليفون. صراحه ما عرفتش والله ما عرفتيش؟ لا مشكلة. يعني كي كان لونجلي هاد العشيه كان صعيب تصاحبت جاها كان صعيب. علاش كان صعيب؟ من ناحيه ما فهمناش الاسئله داكشي غير مباشر كان صعيب وما كفلاش الوقت كان الحالات غش بزاف. كان راه سمعنا بان كاين حالات غش وكانوا شي وحدين اللي غيتعتقلوا تعتقلوا من بي كاملة حصلوا عندهم شي حاجة ولا لا؟ دخلت لجنة وحصلت عندهم تليفون. يعني كانت حراسة بشدة؟ كان امتحان صعيب. صباح كانت الأمور مزيانة ولا كانت صعيبة؟ لا كانت الأمور مزيانة مقارنة مع العشية. شهر سبعة خويا انا دوزنا الصباح فيزيك كان صعيب شويه اساس دا وخا هكاك ما تعاملوش مزيان ولكن فهمتي اليوم الانجلي داز داكشي بخير وعلى خير داز داكشي بخير وعلى خير وخا هكاك اساس دا زوينين دازو عندنا زوينين في الفيزيك وشكرا الاساسيين اللي جاو عندنا دابا وشكرا. كيفاش كانت الاجواء ديال المراقبه؟ المراقبه في الصباح كانت شويه قاصحه فهمتي ما وخا مزايرين بزاف مازال في لونجلي كانت فهمتي رخفوا شويه وما كانوش مزكرمين فهمتي تعاملوا معانا شويه. اجواء داس مزيان اخويا داكشي مزيان. لونجلي بالنسبه لونجلي ساهل الفيزيك الصباح كان شويه صعيب ولكن فهمتي الا كنتي حافظ راه غتسلك راسك هادشي اللي كاين كنتمناو النجاح لكاع التلاميذ وشكرا للاساتذه اللي حضرونا وكنتمناو لهم الخير والبركه وشكرا للشقه العلميه اللي تابعتنا على هادشي اللي درناه ونجاح ان شاء الله لكلشي. كانت الشفافيه شويه كانت شفافيه شويه ولكن الصباح يعني كانت صعوبه ما كانتش معامله شويه لا اللي حافظ غيسلك راسه. كيفاش كانت المعامله معك؟ معامله زوينه انت على حسب انت كنتي كتقبح على الاستاذ اللي غيقبح معاك كنتي تغير راه غيتعامل معاك زوين هادشي اللي كاين. شكرا دري.